ايه نظام الجدع اللي واقف بره ده، نصاب ولا ايه؟ عاين وشوف وقول. عاين وشوف، هي لسه فيها معاينه؟ هيترفض، ما عنديش انا جواز دلوقتي، البنت لسه صغيره. ترفض ايه يا حاج؟ عاين الاول، ما تتنكش قوي كده. استغفر الله العظيم يا رب. قابل يا حاج. كبسه زكي يا حاج. ايه حاج؟ حاج ايه؟ مش عارف الف. لا لف يا حاج. وربنا ما قدر الف. لا انا لففك، انا لففك يا حاج. انت هتوديني فين؟ انت هتسلميني يا ورده؟ يا حاج انت هتسلميني يا حاج. اتعامل يا حاج. اتعامل مع ايه؟ استلمه انت بدل هو ما يستلمك. خايف تكون البنت عرفت عننا حاجه وعايزه تسلمني. لا ما تقلقش يا حاج، يلا. اهلا وسهلا. اهلا، ما تخدمنيش، الاذن الوسطى بتخليني مهزوز يا ابني. اهلا 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 اهلا. خطوه عزيزه، هو ده الاخ اللي قلت له؟ اهلا. يبقى مات هو ده؟ مات. انا تحت امرك يا سعاده الباشا. اهلا اهلا بيك يا عمي. اهلا وسهلا، اتفضل استريح. اتفضل يا سعاده الباشا. لا هنا 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 اقعد، او جرب هنا، ما تقعدش جنبي. يلا يلا يلا، شوف اللي وراك. يلا قطعي قطعي ولفي وظبطي. عيني عيني. اللحمه هتقطعي اللحمه؟ اتفضلي. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يا عمي. من يوم ما بدانا في الكار وقالوا لنا اللحظه بتيجي مره واحده، ربنا يستر. اهلا اهلا اهلا، كلمني عن اسرتك وعن نفسك. انا رائد في مباحث المخدرات يا عمي. يا حاج يا حاج حاج، معلش يا ابني، بس الاذن الوسطى بتخليني ارمي شمال. ربنا يفيك شر المرض. اقعدي اقعدي. ارجو اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. لا يا اخي، ما قلنا لك في اي وقت. اهلا وسهلا بيتك. خطوه عزيزه، كلمني عنك وعن اسرتك. احنا عيله ليها باع كبير قوي في الداخليه. ليها ايه؟ باع كبير قوي في الداخليه. اهلا وسهلا. والدي يبقى مساعد اول وزير الداخليه. زهرات يا ورده. وعمي يبقى مدير امن جيزاء. صوت يا ورده. و جدي اللي قبض على ريا وسكينة، لو تفتكر حضرتك في الفيلم. ما اتفرجش على الأفلام. وجوز خالتي يبقى رئيس مباحث أمن الدولة. حق إيه؟ حق يلا يحرق الحق واللي جابوا الحق في يوم واحد. ده ختمالي ختمة وحشة لما مؤاخذة يا ابني. الأذن الوسطى بتخلينا أخرف. شديني يا حضرة الظابط. ما شاء الله. اقعدي. الله على النسب يا ورده. ارجو ان ما كنتش جيت في وقت غير مناسب يعني. زهقناش بقى يا سعاده الباشا، ما قلنا لك اهلا بيك. سلفنتيها في سلفان احمر. ما لقيتش احمر، حطيتها في اخضر. ياكل؟ لا 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 ما ياكلش، سلفنيها في ازرق ونزلي السعر. حاضر. يلا، انت عارف اللحمه والغلابه. اهلا يا حضره الظابط، امورنا يا اخويا. انا جاي اتقدم لطلب ايد بنتكم المصونه. وجوهرتكم المكنونة. انت هتقول لي قصيدة شعر؟ من هي عيلالي؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. علم وجاي يا ابني. انا مضطر استأذن يا عمي، ندائي الواجب. خير يا حضرة الظابط. في تاجر مخدرات بدور عليه بقالي شهرين، واخيرا عثرت عليه. مطلوب مني ايه يا قوم؟ لقيتوه فين يا حضرة الظابط؟ أكبر تاجر مخدرات في الزاوية الحمراء. الدكليل؟ معلش معلش، أصلها رقيقة أوي، بتزعل لما الناس تتحبس. هنخرجه هنخرجه. فرفشي فرفشي فرفشي. عجيبة، هو حضرتك تعرف عبد الجليل؟ بعرف عبد الجليل منين؟ أنا سمعت اسمه في الجهاز. هو لسه في تجار مخدرات في البلد؟ يوه يا عمي، دول كتير أوي، زي البق في البطانية. بس بشرفي هنقيهم بقى. ابعد يا حاج لحسن هيرجع عليك. ايه ايه رجع ايه في الليله السودة دي؟ ربنا معاك يا ابني وطول في امرك. نتشرفنا بيك، وسلم لي على والدك. يوصل يا عمي. الله يخليك. بعد اذنك. اتفضل، ده يوم المنى انك تشرفنا تاني. وصلي سعاده الباشا ورده. يا باشمهندس. ايوه. اضطرت منك وانت واقف على الباب بره. هي ايه دي؟ الدبوره اللي كانت على كتفك. بتهزق يا عمي. لا لا استغفر الله، تعبانه ست غلبانه. مع السلامه. مع السلامه. انت بتشاوري له وفجاه بتشاوري له؟ انت عايزه ايه؟ انت عايزه تحبسيني؟ ايه البلوه اللي انت جايبها لي دي؟ انت عايزه تسجنيني؟ انت مش عارفه ان ابوكي بيشتغل في الاخشاب، وساعات الخشب ده بيبقى فيه شويه منه مسوس يعني؟ عايزه توديني بداهيه؟ اخوك المسجل ده هو واصحابه لما يطلعوا يلاقوا البلوه ده هنجرى لهم ايه؟ على طول ما انت متجوزاه. استر عليها يا حاج. استر عليها ليه؟
هو حصل ايه؟ اوعى تكوني حبلة يا بنت. بحبه يا بابا. بتقهر امك ورحمة امك بنت متجوزها. بص بقى يابا، هتوافق على مدحت خير وبركة، مش هتوافق وحياة امي اللي هتجوزه واهرب بيه. الله الله، تتجوزيه ولا وتولنا على الكراسي وبقينا نزاع. لا تعالي بقى افهمك الصح، ما تنسيش بقى يا حلوة ان انا مضيك على وصولات امانة وممكن احبسك دلوقتي. لا ما حصلش. لا حصل. لا فاكرة الاستمارات اللي مضيتك عليها بعد الثانوية العامة بتاعت التنسيق دي؟ كانت وصولات امانة وماسك عليك السيديهات وماسك عليك الصور، يعني ممكن افضحك في اي لحظة. يلا على اوضتك يلا. انت شبهت لما تخش اوضتك انا مروقاها، اوعي تعكش السرير تكنيلة بنت رخمة. اليوم المهبل ده نعمل ايه في المصيبه دي يا ورد؟ اخلص منها واقتلها. اقتلها يعني ما دخلتش السجن في المخدرات، اخش في قتل بنتي؟ يا نهار اسود. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا شايلها للواد اخوها يغور في ده يا ام الاثنين. اقعدي خلينا نكمل الكوارع. عينيا. اكل معاك كوارع؟ طبعا اقعد. انا مش صعبان عليها الا حاجه واحده. ايه؟ لهبل ابن لهبل ابو ريال اللي هيتجوزك. ده هيتهنى يا حاج. بعد امر طويل ان شاء الله. شرابي شرابي. يا نهار اسود، ضابط شرطه. يا اخوان يا افضل اللي بتتعلم. الواحد ما بقاش فاهم حاجات كتير بتحصل في الحته. ورده للصنف النظيف. ده في محلات بتفتح في الحته من غير ما نعرف يهزوا ليه. بس هنعرف. هنعرف. بقول لك ايه يا عم الوسطى؟ ايوه يا معلم. الف مبروك يا سيدي. هلا بتاع مين المحل ده؟ المعلمة وردة والشماعة اللي معاها. معلمة وردة؟ وفي معلمة اسمها وردة من غير ما نعرف؟ وردة مين يا ابني؟ معلمة وردة يا معلم. مين المعلمة وردة دي؟ خدامتك يا معلم. بنت وردة الخدامة اللي عندي؟ الله الله الله. والشماعة اللي معاها؟ مين اللي اشترى البيت ده؟ المعلمة وردة والشماعة اللي معاها. تبان عليه شماعة معتبرة، تبان عليه شماعة وأبوه شماعة وعيلته شماعات. حلو البيت برضه وقعت واقفة شكلها. وهي فين المعلمة؟ منتخة فوق شوية. خليها منتخة، مش شاكلين أصلا. تعال شمشاه. الله يخليك يا معلم. تعال خد لك مارينا خشب. الله يخليك يا معلم. الله يبارك لك. المعلمة وردة والشماعة. أما نشوف. هو الشماعات كتير دلوقتي. عيال مالهاش رجالة تربيها. دستور. الله. ده الكلام صحيح بقى. أنا قلت الواد الصنايعي بيخرف. وقلت هطلع على وردة كده ولا وردة كده. ده طلعت البنت وردة الخدامة اللي كانت بتشتغل عندي. سبحان العاطي الوهاب. سفرة بعد ما كنت بتزغرطوا انت واهلك على الطبلية. وستاير وقيمة. الله 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 الله. جرى ايه يا وردة؟ منين ده كله؟ انت مالك يا عقاد؟ في ايه؟ داخل علينا بالحنجل والمنجل كده. يا عقاد؟ قلتيها يا وردة؟ أنا المعلم إبراهيم العقاد يا بنت. اوعي العين ما تعلاش على الحاجب يا ورده. اسكت. مش دلوقتي بقت تعلى وتعلى وتعلى لحد ما وصلت للقيمه. والنبي طبعا، ما كل ده بفضل البقف ابن البقف اللي عمل لك الهلومه دي. معلش نسينا نتعرف عليه. وجاب لك ايه تاني اللي فندي؟ ما بلاش يا عقاد. ما فيش بلاش، لازم اعرف جاب لك ايه يا ورده. دكانة وشقة. وردة 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 وحشتيني يا وردة. رياض اللي جابك البيت النجس ده؟ اللي بيطلعك هنا؟ انزل على المغلق. كلمتين مع الكلبة ديت وهجيلك. يلا. تعالى تعالى. انت عايزه يسيب بيته ويروح على فين يا عقاد؟ بيته؟ لو انت مشمش. انت ميشو البقف ابن البقف. انت يا ميشو الشماعة الناطع ابن الناطع. ليه يا ميشو؟ ده انا منبهك، قلت لك خلي بالك وحذرتك. مالكش دعوة بظباط المباحث ولا المرشدين، دي اخرتها. ليه يا ابني؟ انا عملت فيكوا ايه يا ابني؟ انا شقيت عليكوا وربيتكوا بالحلال. انت يا ميشو؟ ايوه يابا القلب وما يريد. انت عارف ان وردة احسن واحدة بتعمل بيتزا في المنطقة. بيتزا؟ طول عمرك عيجلي في كرش بتجري ورا بطنك. تبيع ابوك وعيلتك وناسك عشان بيتزا ولا عشان لبست لك الاحمر والاصفر وبلافيتك يا انطاره؟ الله يخرب بيتك وبيت اليوم اللي خلفتك فيه. وطبعا جبت لها الدكانه والبيت
بفلوس النقط اللي قاعد قدامك، وطبعا اكيد حطيتها على الاستاتيوس اللي حطيتنا انا وامك وعمتك عنايات عليه. لا ما تقلقش، خليته شالني من عليه، اصلي لقيته بيئه ولامم، خليته عمل لي هاشتاج على تويتر عجبتني قوي الحمامه. والهاشتاج ده مش كانت اختك اولى بيه بعد ما جوزها دخل السجن يا ميشو؟ ضحيت بعيلتك كلها. مالك يابا؟ في ايه؟ وايه اللي جاب البحر هنا يا ميشو؟ بحر؟ مالك يابا؟ ساتر يا رب، كسرتني اختك، كسرتني باليمين وانت كسرتني بالشمال يا ميشو. طب تعالى انا بجبسك. هيك 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 اكون في هكرة. هيك ايه؟ هبا قال الشلال الرعاش يا ميشو. يابا بتفقر ليه كده؟ قال الشلال الرعاش يا ميشو. أبوك بقى عبيك يا ميشو. وإيه اللي عبطك؟ يا ابني هديت أبوك يا ميشو، إبراهيم العقاد اللي كان شنبه بيهد الدنيا، راحت عليك يا شنب. كله اللي شنبك يابا راحت عليك. إيه؟ مسك الشنب يا ميشو. هيك أبا ما قلت له بلاش يا عقاد.